صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة ألف معتمر من ست وستين دولة يتم استضافتهم على أربع مجموعات خلال العام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجرية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد